نعم، منذ إعلان جيش الاحتلال الليلة الماضية عن استهداف مخازن أسلحة وصواريخ لحزب الله في البقاع اللبناني واغتيال قائد في الوحدة الصاروخية، قائد بارز كما يقول جيش الاحتلال، يواصل حزب الله منذ الليلة الماضية حتى فجر هذا اليوم وحتى الصباح بإطلاق وابل كبير من الصواريخ. وصلت حسب وسائل إعلام إسرائيلية إلى أكثر من 100 صواريخ وجهها على الجليل الأعلى، كذلك شمال الجولان وأيضا مناطق أخرى في الجولان، تحديدا على مناطق ومواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي ومقار قيادية. الجيش الإسرائيلي لم يعلن عن خسائر أو إصابات بطبيعة الحال، ولكن حرائق اندلعت في عدد من المناطق في الجولان وتعمل طواقم إطفاء على إخمادها. أيضا الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف كذلك منصات إطلاق صواريخ في جنوب لبنان كانت جاهزة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. إذن نتحدث عن استمرار الشد والجذب، ولكن الجيش الإسرائيلي تحديدا بعد فيديو منشأة عماد 4 الذي أيضا كان عنوانه جبالنا مخازننا، هذا بعد هذا الفيديو الجيش الإسرائيلي كثف بحثه عن هذه المنشآت وزادت هذه المخاوف الإسرائيلية. لذلك يعتقد الجانب الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي أن هذه المخازن، مخازن الأسلحة، هي في العمق اللبناني في منطقة تضم تضاريس كالبقاع، ولذلك يبحث باستمرار، خصوصا أن أكثر ما يتوجس منه الجيش الإسرائيلي هو الصواريخ الدقيقة التي يملكها حزب الله. أيضا تطور لافت كان بالأمس وأيضا يترافق مع حالة الجهوزية الإسرائيلية هو اجتماع لمنتدى هيئة الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي. ضم هذا الاجتماع قائد هيئة الأركان، كذلك قائد العمليات، رئيس وحدة الاستخبارات العسكرية، أيضا قائد سلاح الجو وقائد المنطقة الشمالية، هذا في إطار حالة التجهيز والاستعداد. على ما يبدو أن الجانب الإسرائيلي يعد العدة لنقل قواته إلى الحدود مع لبنان، خصوصا أن تزامن مع ذلك دعوة إلى قوات الاحتياط التي كان قد تم إعفاؤها سابقا إلى العودة إلى الخدمة. نتحدث عن 15,000 جنديا في الاحتياط تم استدعائه، وهذا على ما يبدو ما يحضر له الجانب الإسرائيلي، خصوصا مع ضعف مؤشرات التوصل إلى صفقة، وهذا يقربنا أيضا من الرد الكبير. وعموما حتى لو كان هناك صفقة وأيضا حتى لو كان هناك اتفاق، وهذه فرضية تبدو بعيدة في هذه المرحلة، مع حزب الله وتطبيق القرار 1701 كما تريد إسرائيل، إسرائيل تتعامل مع جبهة الشمال كعقيدة أمنية، كعقيدة دينية، حتى ما قبل 7 أكتوبر، وحتى فعلا لو توصلت إلى اتفاق مع لبنان أو مع حزب الله بخصوص نهر الليطاني وإبعاده إلى ما وراء نهر الليطاني، هذا لن يبعد إسرائيل عن تعاملها مع هذه الجبهة كعقيدة أمنية وكخطر وتهديد وجودي، لأن إسرائيل لا تفكر في هذه المرحلة أيضا ضمن حسابات منطقية، إنما ما يحركها هي أكثر كذلك أيضا عدا عن المصالح الشخصية لنتنياهو، هناك أيضا دوافع أمنية تعتبر حزب الله تهديدا وجوديا. لذلك إسرائيل تعمد في هذه المرحلة عن البحث المكثف عن المنشآت على غرار ما شاهدناه من فيديو منشأة عماد 4. تفضل بقي معي، ينتقل زميل دو الفقار الشريف. دو الفقار، يعني ما الذي تم رصده على مستوى جبهة الإسناد اللبنانية في الساعات الأخيرة؟ نعم منى، ما بعد الاستهداف الذي استهدف الجليل والجولان، أعلن حزب الله عن استهداف آخر لثكنة إسرائيلية عسكرية هي برونيت، وقال بأنه وقع إصابة دقيقة في هذه الثكنة. أيضا بالنسبة للتطورات الأخرى، وزارة الصحة اللبنانية أعلنت عن ارتفاع بحصيلة محدثة ارتفاع عدد الجرحى من الغارات الإسرائيلية التي طالت البقاع إلى 11 شخصا أصيبوا بهذه الغارة الإسرائيلية. أما في الجنوب منى، إلى مزيد من الاستفزاز لحزب الله، قد يكون أنه يمضي الجانب الإسرائيلي. الجانب الإسرائيلي يعمق الأهداف ويضرب في العمق اللبناني، وهذا ما يعني يقول بأنه استهداف، وهو ما يبرهن بأنه يعني استفزاز لحزب الله. ربما يطمح، كما ثمت من يستقرأ الأمر هكذا، بأنه ربما يطمح الجانب الإسرائيلي، ربما تطمح السلطة الفلسطينية، خصوصا الشق بالسلطة الإسرائيلية عفوا، بأنه الطامحة إلى فشل المفاوضات، المماطلة بالمفاوضات، ربما تطمح إلى استفزاز، مزيد من الاستفزاز لحزب الله حتى يرد على هذه الاستهدافات، وبالتالي لتلقي اللوم على أنه المفاوضات فشلت بسبب الجبهة الجنوبية أو الجبهة الشمالية الإسرائيلية. يعني هذا الأمر مطروح ومستقر
تقرأ هنا على اعتبار بأنه الضربات في الأيام السابقة لم تكن يعني أبدا بقواعد الاشتباك؟ هي مستمرة قواعد الاشتباك في البلدات الحدودية، القصف المتبادل هو سيد الموقف في الحدود الجنوبية اللبنانية والجبهة الشمالية، لكن الاستهدافات الأخيرة من الجانب الإسرائيلي تعميقها بالطائرات المسيرة، الاغتيالات التي ينفذها على بعد أكثر من 50 كيلومتر من الجنوب، الاستهداف الأخير في البقاع شرق البلاد، كل هذه الاستهدافات تندرج ضمن بأنه ربما مسعى إسرائيلي لمحاولة استفزاز حزب الله حتى يرد بمدى أكبر وبرد ربما قد يفشل هذه المفاوضات. لكن حزب الله يعني هنا من يستقرئ يقول بأن حزب الله ما زال يعطي المهلة للمفاوضين والوسطاء إلى التواصل إلى حل، ربما هذا الأسبوع قد يكون هذه المهلة التي يعني ضمنيا يفسحها حزب الله، بأنه إذ ما كانت هذا الأسبوع يتبعه مماطلة أخرى ربما سوف يكون لغة الحديث العسكرية تختلف بعض الشيء، على اعتبار بأنه حتى الضربة التي وجهت اليوم صباحا إلى الجليل والجولان قد لا تقارن بما أغارت به الطيران الحربي في البقاع، على اعتبار بأنه حزب الله في بيانه قال بأنه أطلق رشقات متتالية ووابل من الصواريخ وحتى وإن كانت كبيرة، لكنه لم يعلن عن نوع الصواريخ، وبالتالي ربما هي من الصواريخ العادية الكاتيوشا، أي بمعنى أنه حزب الله ما يزال لم يعني يفصح عن أوراقه وترسانته العسكرية، لم يطلق صواريخه البالستية، لم يطلق حتى الصواريخ ربما بهذا العدد من البركان على سبيل المثال التي تزن إلى نصف طن، ربما هذه كل هذه الصواريخ والأسلحة قد يكون بأنه حزب الله لا يريد أن يحرق الأوراق وبالتالي يريد أن يعطي الفسحة للمفاوضين والوسطاء، وإذ ما فشلت أو ما طال الجانب الإسرائيلي من جديد ربما سوف يصعد من عملياته أكثر، على اعتبار بأنه هو وسع دائرة نيرانه لكنها ما تزال بطور محاولة ضبط نسق قواعد الاشتباك. نعم هنا. كل الشكر لك ذو الفقار الشريفي مفدوى الغد، كنت معنا من جنوب لبنان ومن حيفا كل الشكر موصول لك زميل رازي تطور مراسل. Thank you.